وفتحت البوابات في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم لاندفاعة هذا الشوط الشوط الثاني للحصن المبتدئ عمر السنتين على مسافة 1400 متر. أشاهد في هذه اللحظات يرقى المعالي محاولات التقدم وكذلك بيونغ كذلك في هذه اللحظة يتقدم بيونغ مع عبد الله الفيروز لإسطبل شموخ العز وأشاهد الآن أيضا من الداخل غاليليو بوي يحاول أن يتقدم هنا بشعار سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز مع أليكسس مورينو يأخذ زمام المبادرة يخطف الصدارة والمركز الأول من الخارج. الآن المحاولات تأتي لبيونغ أيضا للعودة مرة أخرى في هذا الشوط كذلك الصاكب من الوسط الآن وكذلك أشاهد الآن المحاولات تأتي لليث السراء محاولة التقدم ليخطى اليمين كذلك في هذا الشوط هنا التقدم كذلك لنجم مكة المحاولات لنجم مكة خطف الصدارة في هذه اللحظات مشاهدين متابعين الكرام فيما يواجه يأتي من الخارج الآن ومن الداخل المحاولات للصاكب ونجم مكة يأتي مع نواف الفيروز بكل قوة نجم مكة لنواف أحمد عبد الله المرشدي بكل قوة في هذا الشوط مشاهدين متابعين الكرام نجم مكة يحافظ على الصدارة في هذه اللحظات حتى خط النهاية رغم المحاولة أيضا لـ14 ليث السراء في اللحظات الأخيرة.